انتوا عاملين ايه؟ ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم مها وانا ساره من قناه منصوره ريفيوز. النهارده بقى طبعا فيديو كلكم طالبينه مننا، هو لبس البيت الشتوي والعبايات الشتوي واللانجري لانجري شتوي برضو كل حاجه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو الاسعار حلوه قوي السنه دي، والاسعار حلوه بالذات عند عبايتي. المكان هنا عامل تخفيضات حلوه قوي، فقلنا ان احنا نيجي نصوره لكم. تعالوا نقول لكم نقول لهم احنا فين الاول يا مها. احنا في شارع الترعه جنب الركن الدمشقي اهو، صيدليه قلعه عبد اللطيف، محل سوري أوه. والحاجه اللي جوه سوري برضه، عارفين كله سوري سوري بالماتيريال بتاعه عامله ازاي. حاجه روعه تحفه بجد بصراحه. احنا دخلنا عجبنا قوي، يعني دايما كنت وعامل حاجه كمان غير الاسعار الرخيصه، ف ودايما اشوف الحاجه السوري غاليه. تعالوا بقى ندخل كده نوريكم السيل موجوده على ايه. الروب ده مش عارفه الروب ده قطيفه يا مها، بس الخامه دي ايه مش عارفه. الله حلو ده زمانه. بصي دافي جدا، ده قطعتين يا مها صح؟ تحفه. ده قميص وروب. بصوا احنا هنحاول نقول لكم الاسعار دلوقتي، ما تستعجلوش بس كملوا معانا الفيديو. بصي عشان في عروض حلوه قوي اللي فوق دي، واحده واحده بقى عشان الفيديو ما يبقاش بيهز. طب امسكي انتي كريدنتي وانا ايه، بس ما تحركيش ايدك بسرعه. عادي هاتي ده وتحركي انتي بقى براحتك. الله خطير. دي اللي كانت عجبتك؟ بصي كمان شوفي الوانهم يا مها. اه حسبي ظهرك. دي عجبتني مع ان انا ما بلبسش اصلا الحاجات دي. بصي جميله. بصي اللون ده تحفه قوي. الله ده كحلي. احنا فشلة في الالوان. بس العبايات بقى يا سيدي السوري الجامده دي فظيعه. تقيله يا مها؟ اه تقيله قوي. الله اللي قبلها كانت تقيله بس خطيره. بص الشغل اصلا عامل ازاي، والوانهم لذيذه. عربيات الاستقبال صح؟ بس حاجه شيك بقى، مش زي مش زي بتاعتنا بقى على ايامنا. احنا خلاص اتغيرنا، كان على ايامنا مشروع فاشل. مشروع عربيات الاستقبال ده الله حلو قوي. حلو قوي والله يا مها. في ناس بيخرجوا بيها على فكره. خروج بيها؟ صعب قوي. لا مش خروج خروج، يعني لو مامت العروسه تلبسها في الحنه مثلا. أوه. عارفه يعني اقصد ان هو كيس. واو ايه ده، ده الكيس كان مداري خالص. الله والله والموبايل ظالمها على فكره جدا. اسعاره ودي حلوه سيمبل وجميله قوي. ودي اللي هي طبقتين، انا عارفه الستايل ده. ماما عندها من صوري بقى اللانجري جامد. بص اصلا اللانجري السوري بيبان هو ماسك نفسه غير المصري. والله ما بهزر. المستورد حاجه ثانيه بصراحه، يبقى سعره غالي بس يبقى تمنه فيه. يعني بصي امسكي الستان ده كده يا مها، ده هتلاقي حاجه غير اللي عندنا خالص. كمان هنا بقى الاسعار تحفه. شوفي ده، حطي يا مها. شوفي الديل ده، حطي على على الكرسي اللي هناك ده كده. الله الديل ده ده من ورا، ده حاجة تانية. في فيونكة صح؟ حلو قوي. بصوا بصوا تعالوا اتفرجوا بقى، حاوة عشان في تخفيضات دلوقتي جامدة. بقى صوتها مش واضح بتقول لكم الحاوة عشان في تخفيضات جامدة. اه انا بلاقي لما انت بتصوري بلاقي صوتي واطي عندك. اي صوت؟ انا اللي بكون صوتي بيكون عالي عشان انا صوتي عالي اصلا. اما انت عامله كيوت. نعم ده انا صوتي عالي جدا. ايوه لا لا بجد عشان مها عامله فيها كيوت. هي مش كيوت يا جماعه ولا حاجه. لا في فرق في الصوت، مش لاقي موت الصوت على الموبايل. والله يا بنتي العبي في كل حاجه. برضو حتى صوتها الواطي جايبه فيا يا جماعه. ده عشان تدفي قطيفه. طب تعالي نشوف عشان تقول لنا بقى. انا هجيلك انا بقى. تعالوا بقى ندخل على القسم بتاع العبايات القطيفه. في عرض حلو قوي، الثلاث عبايات ب 700.
بصوا مفيش ارخص من كده بقى. كل الالوان وكوليكشن ما شاء الله كبير جدا. بصوا التلات عبايات يا جماعه ب 700، واصلا والله صدقوني التصوير ظالم الشغل، يعني اعمل لكم زوم كده. بصوا تعالي يا ماما شوف الكاميرا مش زي الحقيقه خالص. بصوا يا جماعه احنا هنبدا نتفرج على قسم العبايات التلاته ب 700. المجموعه دي حلوه جدا، الستايل ده في منه كل الوان. طب والمقاسات موجوده؟ في كل المقاسات، كل المقاسات وكل الالوان. التلاته ب 700. بصوا يعني ما شاء الله خامه تحفه، بطانيه والله حلوه جدا، سعرها رخيص قوي. في كمان ما شاء الله حاجه زي الستايل ده. الله الستايل ده جميل قوي. بصي يا ماما وبيلبس. بصي يا ماما ده كبير قوي، دي تنفع مع الحمل، دي فيها حزام من ورا او في منها مقاسات. انا يعني كمان في مقاسات، كل المقاسات موجوده، في الوان. ايوه خليك انت متاكده. خلاص يا حاجه زي كده بناتي، الصالات البنات البلاستيك بلاش. انا لا متخافيش تحفه كمان، دي في كل الوانها. طب تعالى ورا هنا برده ستايل زي ده كده في كل الوانه، وليها احزام كمان بتضيق منها بتضيقيها ومن الوش على فكره. ايه حلوه قوي برده، هيك فاتوره خليها معاك. تلاتة ب 700 يا جماعة، مفيش أرخص من كده يعني. الله حلو أوي. بصوا الكم بتاعها، الكم بتاعها خطير. كوليكشن كبير أوي ما شاء الله. الله حلو أوي دي، برضه كل المقاسات موجودة وكل الألوان. بص احنا قلعنا الحقوا بقى العرض ده، شكلهم مغري كده. الحاجات اللي فيها حركات بقى. الله حلو قوي. بص بقى دي تقيله يا مها، تقيله تقيله. الستايلات المغربي حلو قوي. واو تحفه، تقيله برضه تحفه، اللون جامد حلو قوي. الحقوا يا جماعه العرض ده عشان الحاجه بتخلص بسرعه جدا، واحنا دلوقتي في الشتاء وبردانين هاديه، دي عايزين حاجات تدفي. هو فعلا هما تقال على فكره، مش باين ان هما تقال، بس هما تقال فعلا حلو قوي. يلا اخر واحده بقى وندخل على البيجامات. في لسه انا مش مستعجله. الله حلو قوي، في منها الوان برضه صح؟ في كل الوانها وفي كل ستايلات، كل الوانها ومقاساتها يعني. دي داخل العرض، في حاجات خارج العرض يا جماعه، في حاجات داخل العرض، في حاجات خارج العرض، لكن بس كل دول داخل العرض. اه في حاجات تانية بقى من اللي احنا شفناها كذا مره. حلوه قوي متضايقه، كلام العربي ده تحفه جميله ما شاء الله بتاعه فتحه من ده. تعالوا بقى ندخل على البيجامات. تعالوا بقى ندخل على قسم البيجامات، عندهم عروض حلوه قوي. البيجامات يا جماعه عليها، بصوا طبعا دي خطيره بتدفي موت، بادئ من 100 جنيه متخيلين. انا عايزه اعرف بقى سعر دول لان هم بيدفوا موت. اه لا ده جدا بس دول واللي فوق كاميرا جدا حلو، 150 اللي هم ايه الاسعار 175. ايه دول اسعارنا تحفه، الحاجات دي في منها الحاجات 150، اعلى حاجه ازاي بجد 175. في مقاسات، في مقاسات. طب واللي فوق؟ اللي فوق بقى ده السروبيت، بيبدا من اول 170. الله السروبيتات الناس بتحبها، والروب اللي هو القطعتين اللي هو القطعتين، والروب اللي هو القطعه، والروب الثلاث قطع، والروب الاربع قطع. الله يعني التشكيله حلوه جدا. بقى يلا ورينا اول البيجامات اللي بتبدا ب 100. بصي هنبدا بالقطيفه، يعني بيجامات القطيفه
عندي حاجه زي الستايل القطيفه ده، بس دي مقاسها صغير. في مقاسات يعني ده ايه سمول؟ لا ده اصلا في حاجات فيها فري سايز، ده من الستايل ده. خلي بالك عشان ما تطلعهاش الصغنطوط ده. ما في بقى انا عايزه كيت كات. ايوه كمان الكيت كات ده نفس الشاي الاحمر اللي دي بقى الأحمر. كل لما البسها افتكر ان انا عايزه اكل كيت كات. فما تلبسيهاش فما تجيبيهاش اصلا. بنطلون بتاعها حلو. ايه يا جماعه الاسعار دي؟ انا اخر بيجامه كنت جايبها ب 400 جنيه والله العظيم. في كمان عندي من دي خطيره يا لهوي على الدفى ما ببقاش عايزه اقلعها والله. عندي واحده. لا بصوا الماتريال فظيعه. ده لك لوك بتاعها. دي بكام دي؟ دي ب 100. بتهزري؟ تصدقي بكام؟ 100. دي ب 100. بصوا يا جماعه لو تعرفوا كميه الدفى. انت بدل ما تجيب واحده ب 400 هات اربعه ب 100 واقعدوا غيروا بقى. لو تعرفوا كميه الدفى بتاعت البيجامات دي. وكمان بصي يعني هقول انا بتاعتي تخلص. مش معاها اصلا لكن كمان في كمان ميلتون ب 100. انا بحب الميلتون عشان ما بيزهقنيش. شوفوا عشان بحضره وانا نايم. ده بنطلون الميلتون. الله بنطلون جامد. انا عايزه اتفرج وفي نفس الوقت. لا بصي في الموبايل عشان بيطلع التصوير غريب وهنتشتت. طب خدي تصوري وانا عايزه اتفرج. عارفه لو اشتريتي هشتري والله. انا اديكي كل الفلوس كل بقى كلهم ندخل مكان ان احنا اللي بنشتري والله. بس انا هاجي اشتري بيجامه بجد او اتنين. ربنا يخليكي. لا دي ب 100 جنيه هاتي اربعه. ان بيتي دي عجباني يعني منها هي وال والفيروز دي. انت متخيله قيمه الاسعار والله المكان. الله ده انا بحب الحاجات دي قوي. بص والله مفيش ليه مفيش منهم ولادي ليه؟ طيب ليه العيال والله بناتي بس هاتيهم هم فاهمين حاجه. سامع يا ادم؟ لا انا مش بقول على ادم بقول على علي. سامع يا علي؟ عندي كمان هود شورت حاجات ب 100. اه عارفه انت الحاجات دي طبعا. هود شورت حاجات العروسه بقى بيلبسوها على كولون او ايوه احنا مش عايزين. لا بتلبس على الكولونات او اللي هي الليجن. تحفه كده. سكون بقى صح؟ في ناس بتلبس الله كده. بس مش احنا تدفي حته احنا من اول ما من قبل ما نتجوز واحنا اساسا عانين. دي تحفه. وبصي اللون دايما انا عارفه بيوصل جواكي اوقات كتير. انا والقط انا مشاعري ماتت. مشاعري على طول باينه فطحانه على طول في الفيديو. بقول لك مشاعري ماتت. في الستايل ده بس مش 100 بقى. هنبدا نخش في الستايلات اللي مش 100. طب بصي وريني ده برضو لانه ده ترندي قوي. ايوه عايزين نشوف الجديد ده كمان يعني الكوكو بيفا ده بلاك لوكو اللي خطير عشان تدفي خطير. في بقى ده ميلتون الاستايلات. انا بشوف ناس بتخرج بيه. اه ده فعلا ده بيت ولا خروج يا جماعه ولا جيم ولا ايه؟ خروج وجيم. ده في مقاسات. ده في مقاسات. اكبر مقاس كام؟ بكام او او فرنش كام؟ ده هنقول 2 اكس 205 وكام 335. بس بصي فاعمل ازاي؟ والليل الالوان في الموبايل قلبت كده بطل من جوه. اه خلاص ممكن تلاقي الاضاءه بس. شفتي كمان حلو قوي تقيل على فكره يعني مش خفيف. هو فين ال 3 اكس او الاثنين ده؟ فيش 4 اكس. شفتي ده يعني ده هيبقى صغير ده ينفعنا يعني يا ماما؟ لا طبعا. لا في عندي مقاسات خاصه حاجات تانية ستايلات. احنا مش مقاسات خاصه. في عندي مقاسات خلاص وصلت المقاسات الخاصه. لا هي مش مقاسات هو مقاسها اكس لارج. ايه ده ما في ناس اعيط. انا مش دعوه بالكلام ده. هاتي بقى يا ماما كده ممكن تورينا بقى لو فالوبيت اللي فوق ده عشان نبقى احنا شفنا كده من كله. بصي ايه الولد ده شفت ده انا مضايقاني مضربك بيها. شايفه التدبيرين اللي طالعين دول. اه حلو قوي. عايزين نشوف واحد من دول بس كفايه واحد عشان ما نعذبهاش معانا. تقول لنا رينج وكام؟ مش لازم يعني بادئ من كام؟ بس مش بادئ من اول 70 170 اقصد. اه 170 والله سعره تحفه. الله في مقاسات. مش دي الحاجات اللي انتوا بتقعدوا تدوروا عليها؟ فري سايز برضو بس في قصه كبيره وفي قصه صغيره. بصي حلو قوي. ده فري سايز بيعادل 2 اكس لارج ده او تقريبا. هو بصي في قصه بتبقى اكبر من الثانيه يعني. لا ده يجيبنا بقى. ده يجيبنا. اه متاكده؟ ايوه. والله هو على فكره بيمط اصلا. في سوسته يا بنتي.
جميل جميل. بس انا بفكر في حاجه تانية خالص لما باجي اجيب الحاجات دي. اه انا عارفه بتفكر احنا جيت كلنا بنفكر في حاجات زي كده. حاجات لطيفه باينه. انا عايز اشوف دي برضه شكلها مغري كده. دون طول. واو حلو يتي حلو قوي. يعني ده لو لقيت مقاس علي والله شبه علي خالص. ايوه يا جماعه يعني الحقوا بقى العروض تحفه جدا. وتعالوا عشان الحاجه الماتيريال بتاعتها تحفه والاسعار فظيعه والحاجه بتخلص بسرعه جدا زي ما انتم شايفين كده. يعني الناس كلها ما تخلصها فالحقوا بقى العروض دي وتعالوا. وزي ما قلنا لكم احنا في شارع الترعه. فين بالظبط في شارع الترعه؟ جنب الريف الدمشقي. جنب الريف الدمشقي جنب اهل الشام. بس كده يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. استنونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير وريفيوهات تانية اكتر. وبصي يا جماعه كمان التمثال بتاع سيف الدخل دي موجوده. بس احنا بقى ما شاء الله محل كبير جدا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب كومنت يا جماعه. سلام. باي باي.